أهلا نورا. أنا دانيا. وأنا تالا. الليلة نحن هنلعب لعبة related to Squid Game. هو شو؟ هيكونوا يعني هنحاول ما نخسر. فدانيا تورينا شنو اللعبة. So الليلة هنلعب لعبة من Squid Game. هي مصنوعة من سكر و بيكنج سودا. ونحن أول شيء خدتينا السكر في الطوة وبعدين خليناه تذوب السكر يذوب. بعد ما ذاب قمنا خدتينا بيكنج سودا شوية وبقى لونه يعني شوية كده بني وبس. حاولنا إنه نخط السكر هنا بس تلصق ما بيطلع. وبعدين ده حديد يعني حرقني هنا شوفوا حركته. فخلوا أهلكم معاكم أنا مسكتها بالغلط وتحرك. وعندنا كمان الشيبس. عندنا الشيبس دي بتخلي يعني عشان نقدر نشيل دي ونعمل تشيس بها. هي كانت غايته تجربة. ما هي كايند اوف اتحرقت شوية. اتحرقت ما خلص. كنت الورق الزبدة. صح فعلا لاحظنا ان ورق الزبدة نشفت اسرع كان صح؟ سريعة كان. سو كيف الجيم حيكون يا تالا؟ فكل زول حيختار ورقة من هنا. حيكون بالحظ يعني لانه دار ستار ممكن تجيبها. فحيكون كل زول عنده توث بيك ولازم يعمل لها تريسينج ويطلع الشكل قبل ما 10 minutes تخلص. لا ولو اثناء هو بيعمل وتكسرت بيحصل شنو؟ تيرمينيتد حيكون في عقاب. انا داير ستار. انت داير ستار؟ ان شاء الله يطلع لك ستار. العقاب حيكون انه نجيب دقيق ونحطه في كوره ونحاول نحطه في وشنا. انا ما قدر يحصل لي كده. فيعني ان شاء الله افوز. انا اصلا عارفه بس هفوز. مستعدين؟ يس. اوكي نورا اختاري. صعب. كنت تتمنى ستار. اوكي دوري. لحظة يا نورا خليه. اوكي دوري. صح. السيركل دي عشان يعني ما فيه edges والشيب سهل. فيعني متأكد انه هفوز ان شاء الله. عشان نطلع الشكل لازم بالتوث بيك. ماما ما انت ماي كتير من دي. هاي ما حنحط مويه لكن حيخسر حنحط وش وين؟ في الدقيق. انا كتير شطره كتير. يلا عيني خد وقتك بالراحة حاولي تطلعي دقي بالراحة بالتوث بيك. اوكي وان دقي انزح الحاجات دي. انا خايفة. 2 3 جو بالراحة. تعال بالراحة. ممكن تبلوها بالموية كده. نورا حطيها تحت. دانيا ماشية كيف؟ حطيها نشوفها. سهلة. التوث بيك حقك نورا. ماما اها شطرة على راسي. الله تعالي نديك واحدة تانية نورا ما مشكلة. بتلحسوها عشان تكون لينة وتقدر تتكسر بسرعة. هيا نقول الشتلة. انا كويسة يعني. انا قربت خلاص وانا عارفة بس هي اصلا فايزة. ميدا خضرت. يا ريت يوم لعبتك نبات. منورة. وتتجي تشتلة.
اشوف شكلها يا تاب فاتك. يلا نورة دورك اعملي. اشوف يا تاب داني. لكن فايزة كانت تالا اول. يلا يا نورة ها شوف نورة حتفوز ولا لا. نورة عملي كده. نورة ممكن ناكلها؟ ممكن. طعمها شوية محروقة. الماء لما تحطوها في النار تأكد انه تكون ما محروقة خالص يعني عشان تقدروا تاكلوها لانها دي شوية محروقة. طعمها زي كوتن كادي. ما هي كوتن كادي زي كوتن كادي. بساعد نورة؟ لو ساعدتيها وخسرت انت هتحطي راسك في الفلاور في الدقيق. وات؟ اوكي عادي. نورة ساعدك؟ اها كانت سهلة ولا صعبة تشالنج؟ سهلة، لأن أنا أخذت شيء سهل، لكن حق نورة ده يعني شكله صعب شوي. كده كده. أنتي بتطلع. وراها ما تكسرها لا عشان ما تكون أنتي كسرتيها يا تالا. خليها تعمل أحسن مباراة. تالا. شفتي؟ كلمتك. أنا مو يعني. خلاص أوكي. نورة منو الخاسر؟ منو حيخوض وشه في الدقيق؟ تاخد لها وش في الدقيق عشان هي اللي عملت لك كده. هندعة وانت دانيا الجيم از اوفر. تعالى كسرت لنورة الستار. هنخوض وش تالا في الدقيق. في الدقيق يس. نورة بتحضر العقاب حق تالا. خدتي وش شديد. لا ما داني تالا هتقولي خدتي شديد كده اوكي. شر. يلا قعدي. مستعدة؟ لا. طالة شداية. مستعدة قولي. قعدي. اقعدي. قولي 1 2 3 يا نورة. لا اي كده خلي كده كويس. يلا قولي 1 2 3. 1 2 3 جو. شديد ثاني تالا. لا خلاص يا نورة. تبديتي يا نورة كده صح؟ نورة كده احسن يعني؟ عشان نورة ما تعبت يلا خلاص كده بتكون تالا هي الخسرانة نمبر 4 5 6. وانا الفايزة نمبر 2 1 2. وبعدينك نورة. احسبك انتهى الفيديو. Don't forget to like, share and subscribe and don't forget to follow us Bye. and TikTok. ولو عندكم اي افكار لفيديوهات جديده باي اكتبوا لنا في الدي امز في الانستغرام.